هي في موضوع آخر من الموضوعات الهامة هو بروتوكول تعاون. البروتوكول ده تم توقيعه امبارح لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أهمية المركز ده بترجع لأنه هو أول مركز في المحافظة، ده بعد ما كان الراغبين في العلاج بيضطروا اللي هم علشان يتعالجوا يروحوا لمحافظة مجاورة أو محافظة قريبة يكون فيها مركز من المراكز دي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المركز ده من خلال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه بنبارك لكم طبعا على اول مركز لعلاج او تاهيل المدمنين، لكن عاوزين نعرف من حضرتك اهميه المركز الجديد وهيخدم كام منطقه محيطه، من منتظر كمان اللي هو يقدم اعتقد خدمات علاجيه لكثير من المواطنين، بنتكلم عن كام مواطن سنويا؟ في الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت ان المركز ده بيعتبر اول مركز بيقدم خدمات علاج الادمان بمحافظه دمياط، وده بصراحه يعني لازم توجه الشكر لمعالي محافظ دمياط الدكتوره يعني منال، لان هي تعبت جدا معانا وكان عندها حرص غير عادي ان يتم توفير مكان لصندوق مكافحه وعلاج الادمان لتحويله لمركز علاج ادمان. يمكن كمان من الحاجات الجميله ان المركز داخل ضمن التطوير مشروع حياه كريمه، فيعد اول مركز علاج ادمان ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. يمكن المركز هيخدم محافظه دمياط ومحافظه كفر الشيخ كمان، وهي محافظه قريبه جدا لدمياط. من المتوقع ان احنا نقدم الخدمه لما يقارب 4000 مريض سنويا. كمان احنا عندنا عيادات خارجيه في المركز، المركز ده هيكون ان شاء الله وفقا للمعايير الدوليه لعلاج الادمان، وهيكون فيه انشطه تاهيل مختلفه. هنتكلم ان شاء الله يكون فيه ملعب كره خماسي، يكون فيه جيم، بلياردو، يعني كل الانشطه التاهيليه اللي العيادات الخارجيه دي يا دكتور هي عيادات خارجيه للادمان، يعني الامراض الناتجه عن الادمان ام كافه التخصصات؟ لا عيادات خارجيه لمرضى الادمان. نعم. طيب دكتور، في خط ساخن ايضا للمركز، يعني تقريبا كده عدد المكالمات اللي بيتلقاها هذا الخط الساخن؟ احنا بنتكلم ان الخط الساخن بصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023، يمكن على مستوى الجمهوريه يمكن احنا تلقينا ما يقارب 82000 اتصال العام الماضي لطلب العلاج والمشوره، وده نقطة مهمة جدا. يعني خلينا من خلال حضراتكم نقول ان اي شخص عنده مشكلة مع المخدرات يقدر يتصل بالخط الساخن. في اسر كتير بتكون لسه ما اجزمتش ان ابنها عنده مشكلة ولا لا، هي مجرد شكة. تقدر تتصل برضه اللي احنا بنسميها المشورة، تقدر تتصل بالخط الساخن وتقول العلامات والملاحظات اللي هي بدأت تاخد بالها منها وبدأت تطرأ على احد الابناء في البيت، واحنا هنعرفهم وهنجزم لهم اذا كان ده عنده مشكلة مع المخدرات او لا. طيب دكتور، في نقطة كمان مهمة اسمح لي اسأل حضرتك عليها. البعض بيعتقد في بعض الإشاعات أو كلام اللي بيتقال إنه لا إحنا هنخاف نتصل بالصندوق، إحنا خايفين من إحنا فكرة السرية، سرية البيانات، سرية حتى العلاج وما إلى ذلك. أنا بحييك جدا على السؤال ده، السؤال ده مهم جدا. خلينا نتفق إن إحنا كل اللي يهمنا إن إحنا نقدم الخدمة لمريض الإدمان. هو لما هيتصل مفيش حد هيسألك على اسمك أصلا، مفيش حد هيسألك على أي بيانات شخصية تخصك. إحنا كل اللي هنسألك عليه المحافظة اللي أنت منها عشان نقدر نوجهك لأقرب مركز ليك في نفس محافظتك. لكن مفيش أي بيانات شخصية خالص. هايل. أتمنى يعني بس تكون صوتنا وصل، لأن دي نقطة مهمة جدا. مهمة دي جدا. أكتر حاجة الناس بتقلق منها يا فندم. أنا متفق معاكي تماما، بيبقوا قلقانين وخايفين وبيصحوا في إشاعات كده غريبة إن أنت لو رحت صندوق الإدمان هيتم الإبلاغ عليك، ولو حد بيشتغل هتتفصل من شغلك، ولو حد في مكان معين هيتعرف. فعشان كده كنت بس بستفسر من النقطة دي تحديدا، كنت عايزة أسمعها من حضرتك ونعرفها للسادة المشاهدين ونأكد عليها. بنأكد تاني يا فندم إن بيانات المرضى الخاضعين لعلاج الإدمان هي بيانات سرية تماما. طيب يعني احنا كده اتفقنا ان البيانات سريه،
ودي حاجة إيجابية أو حاجة متبعة كمان عالميا علشان خاطر أحافظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمريض، ويقدر اللي هو يتعامل معايا بشكل يعني في نوع من أنواع العفوية والصراحة والمصارحة عشان أقدر اللي أنا أعالجه. إيه بقى الخطوات المتخذة للعلاج؟ يعني لو هنفترض أن في مواطن، هذا المواطن هو كان مدمن وقرر اللي هو عاوز يتعافى واتصل بحضراتكم، ايه الخطوات اللي بتتبعوها معاه علشان خاطر يوصل لمرحله الشفاء؟ هو بمجرد ان هو بيتصل على الخط الساخن بيتم تحويله لاحد المراكز العلاجيه القريبه اللي في نفس المحافظه، بيروح المركز هناك بيتم توقيع الكشف الطبي عليه مجانا، بياخد العلاج مجانا، فحوصات وتحاليل مجانا، جلسه نفسيه مع احد الاخصائيين النفسيين المدربين لعلاج الادمان مجانا، لو حالته تستدعي الحجز بيتم حجزه مجانا. ودي نقطه مهمه جدا، مش كل مرضى الادمان حالته تستدعي الحجز، عشان في ناس كتير رابطه ما بين ان انا عندي مشكله مع المخدرات يبقى لازم اتحجز. لا صحيح، نسبه كبيره جدا يقدروا يتعالجوا عياده خارجيه. اول 10 ايام نقدر نسميهم هي مرحله سحب السموم اللي هي الديتوكس. وخلينا ناكد عشان وسائل الاعلام شكلت صوره ذهنيه كده مختلفه، الدراما للاسف بالظبط. مرحله سحب السموم يا جماعه مش يعني مش زي ما بتطلع في التلفزيون والمريض بيتربط وبيتشنج وبيتعز، مش الكلام ده خالص، ده مش موجود خالص. الموضوع بسيط جدا، بياخد بعض الادويه، المرحله بتعدي بسلام، وبعد كده زي ما حضراتكم بتشوفوا احنا بنعلن عن مراكزنا فيها ايه، هو بيبقى بيمارس الرياضه، بعد كده بيبقى عنده الجيم وعنده الملعب وعنده. طيب دكتور، وعنده بعد العلاج يعني شخص مريض بالادمان وتعافى وخرج من المركز، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ التواصل اللي بيحصل مع المريض بعد كده، انه من المعروف انه بعدها لازم يفضل في لقاءات دوريه. في بيتابع معانا طبعا اللي هي الدي كير، ودي مهم جدا. علاج الادمان مش علاج طبي دوائي، علاج الادمان علاج نفسي وتاهيلي. ازاي نقدر نخلي المريض يشيل فكره تعاطي المخدرات من دماغه ونصحح له المفاهيم المغلوطه. اي حد بيشرب مخدرات بيبقى عنده سبب وفكره خليته يعمل ده. صحيح. انا هشرب مخدرات عشان اشتغل لعدد ساعات طويل. انا هشرب مخدرات عشان الهروب من الواقع مثلا، عندي مشاكل وهقدر احلها من طريق المخدرات. بنفضل ماشيين مع كل واحد على حسب مشكلته ونصحح له المفاهيم الخاصه اللي عنده عشان بعد كده ما يرجعش تاني للمخدرات، واللي احنا بنسميها ان في بعض المواقف عاليه الخطوره ان هو ممكن يتعرض ليها بيتم تدريبه عليها. نقطه مهمه جدا لمرضى الادمان بعد كده فكره التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي. دي نقطه مهمه جدا. مهم جدا ان انا بعد ما يوصل لمرحله التعافي ان انا اساعده ان يكون عنده فرصه. طب ازاي الدور اللي حضراتكم بتلعبوه في هذه النقطه تحديدا يا فندم؟ احنا قدرنا ان احنا نوقع بروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي، من خلاله بنقدم قروض صغيره ومتناهيه الصغر للمتعافين من مرضى الادمان، بحيث ان هم يقدروا يعملوا مشروعات بسيطه تعتبر زي مصدر دخل ليهم وفي نفس الوقت بتحميهم من الانتكاس. احنا لغايه دلوقتي قدمنا قروض بما يقارب 6 مليون جنيه. الجميل ان كل اللي حصلوا على القروض ملتزمين جدا في السداد، بيدفعوا الاقساط بانتظام وفي نفس الوقت متفقين جدا في يعني مش فكره انا عالجت الادمان، لا انا خليته كمان مواطن ايجابي فعال وليه دور في المجتمع. واعتقد فكره البروتوكول ده هي حاجه مهمه جدا كمان كنوع من انواع الحوافز، يعني هو مش فكره بس دمج في المجتمع، انا بدي حافز لكل راغب في التخلص من هذه العادة السيئة اللي بتضر مش بس الفرد، بتضر كمان المجتمع. لا يعني انت تعافى، وبمجرد اللي انت ما تتعافى وتظهر عليك علامات التعافي تماما وعدم النية والرغبة في الرجوع لهذه الانتكاسة مرة تانية، احنا بنديك حافز من خلال توفير فرصة عمل او مشروع صغير ومتوسط. صح بالضبط كده، بالضبط كده، دي نقطة مهمة جدا. وكمان بيبقى في تدريب على حرف ومهن، يعني مش كل الناس ممكن يناسبها موضوع الكارد او ظروفها تاخد الكارد. عندي كمان ان انا اقدر ادربه على حرف ومهن بيطلبها سوق العمل. حاجات بسيطه جدا، ازاي يعمل صيانه المحمول، ازاي يعمل صيانه التكييف، وفي نهايه كل تدريب مهني بياخد شنطه عده الحرف او المهنه اللي هو اتدرب عليها يمارس بيها المهنه. انه بيطبع كارت يحط عليه اسمه ورقم تليفونه، يقدر يتداول ويقدر يكون عنده مصدر دخل، وده برضو حاجه ناجحه جدا ودربنا يمكن ما يقارب 6000 متعافي عليه. نعم دكتور احمد الكتامي.
عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى لكم كل التوفيق ويعني المساهمة في إنهاء هذه الظاهرة بشكل جذري يا جماني. إن شاء الله.